بناء على التكليف السامي، معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات يتوجه اليوم إلى جمهورية سنغافورة لتمثيل السلطنة في مؤتمر الكونغرس العالمي الأول للتراث البحري المزمع إقامته خلال الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الجاري، بهدف صقل القدرات ورفع الجاهزية القتالية على كافة مسارح العمليات. نفذ الجيش السلطاني العماني التمرين العماني البريطاني خنجر عمان وبإسناد من سلاح الجو السلطاني العماني، والذي يأتي ضمن سلسلة التمارين المشتركة التي تنفذ مع القوات البريطانية الصديقة.